السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. الحياة جوه البيوت بقت صعبة ومش عارفة ليه كده، بقى في صراع مكتوم بين الراجل والست. مكتوم إيه؟ ده الأسبوع ده بس أكتر من 10 مكالمات جات لنا بتتكلم إن الراجل ضرب مراته. تخيلوا كده، الموضوع مش مكتوم ولا حاجة، ده علني وصريح، وفي بيوت حوالينا سامعين فيها أصوات الخناق والزعيق، مش عارفة في إيه. دي حاجة غريبة علينا وعلى مجتمعنا. احنا دلوقتي بنتكلم على حالة التحفز والمشاكل اللي بقت موجودة بين الزوجين. مراتي ناشز، أسهل وأسرع اتهام ممكن يتهم بيه الراجل مراته أول ما مراته تعمل حاجة مش عاجباه ولا زعلانة منه واخدة جنب، يقولك أصل مراتي خرجت عن طوعي، دي ناشز، مراتي مش بتسمع الكلام. ممكن حد من الرجالة يسمعني ويقولي والله مراتي ناشز بجد وخارجة عن طوعي تماما، ده أنا حتى طالبها في المحكمة في بيت الطاعة. هقولك عارفة إن في ستات صعبة، مش كل الستات ملايكة فعلا، بس الموضوع ان الكلمه دي بقت بتتقال بزياده قوي ومش في محلها ساعات. المشكله انك حتى لو حكمت على ان مراتك ناشز، فالقران عامل خطه للتعامل مع المشكله. المهم ان مش ده موضوعنا النهارده، موضوعنا بيتلخص في سؤال: هل النشوز بس عند المراه؟ يعني هل ينفع الراجل كمان يبقى ناشز؟ وهل لفظ ناشز ساعتها هو اللفظ الصحيح؟ وايه اللي تعمله المراه في الحاله دي؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده بعد الفاصل.